بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 66. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب صفة الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع يديه حذو منكبيه. نعم، يمكن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض، لأن السجود إنما هو في الجبهة، والأنف تبع لها، تبع للجبهة، فيمكن جبهته من الأرض، سواء كان يصلي على الأرض مباشرة، أحيانا كان يسجد على الأرض، وقد يسجد على الماء والطين عليه الصلاة والسلام، وإذا احتاج إلى وضع شيء، كان تكون الأرض حارة فيضع عليها شيئا يوقيه الحرارة، فلا بأس بذلك، من عمامة أو فراش ونحو ذلك. نعم. ونحى يديه عن جنبيه. ونحى يديه، المجافات، هذه المجافات، يجافي يديه عن جنبيه، ولا يجعل يديه ملصقتين بجنبيه وهو ساجد. نعم. ووضع يديه حذو منكبيه. ووضع يديه على الأرض حذو منكبيه، لا يقدمهما عن منكبيه وهو ساجد. نعم. ولأبي داود عنه إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. نعم، وإذا يعني في سجوده يفرق بين فخذيه ولا يضمهما إلى بعض، وما يسمى بالتطبيق، بل يفرج بين أو يفرق بين فخذيه. نعم. وفي البخاري: استقبلوا بأطراف رجليه القبلة، قاله أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يضع بطون أصابع رجليه على الأرض ورؤوسها إلى القبلة، هكذا من سنن الصلاة. نعم. وروى أبو داود عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى بين يديه، حتى لو أن بهيمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. نعم، كان يجافي، يعني يرفع يديه عن الأرض ويباعدها عن جنبيه، فيكون هذا فيه أنه لا يعتمد بعضو على عضو آخر، وإنما كل عضو يأخذ حظه من السجود. نعم. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. نعم، هذا من المستحب في الدعاء في السجود. الواجب أن يقول سبحان ربي الأعلى، وإذا دعا فإن الدعاء في السجود له خاصية، قال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، قمن أن يستجاب لكم.
ومن دعائه صلى الله عليه وسلم ما ورد في هذا الحديث: اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. نعم. وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. الذكر الذي يقال بين السجدتين وهو واجب من واجبات الصلاة: اللهم اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، يكرره. نعم. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. نعم، هذا وارد، وهو زيادة دعاء في الجلسة بين السجدتين. الواجب اللهم رب اغفر لي، الواجب اللهم اغفر لي أو ربي اغفر لي، هذا هو الواجب. وما زاد عن ذلك: اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره، هذا زيادة دعاء. نعم. وقال ابن ماجه: في صلاة الليل. إيه نعم، كان يقول هذا في صلاة الليل، لأنه كان يطيل صلاة الليل تتوسع للإكثار من الدعاء. نعم. وفي بعض طرق حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. نعم، هذا أفضل، وهذا أدنى الكمال، أدنى الكمال ثلاث، وإذا زاد عن ذلك خصوصا في صلاة الليل فالباب واسع. نعم. قال أحمد: جاء هذا وجاء هذا وما أدفع منه شيئا. إيه نعم، أنه لا تعارض بين الأحاديث، أنه تارة يعمل بهذا الحديث وتارة يعمل بالحديث الآخر. نعم. وعن سعيد بن جبير عن أنس قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أشبه بصلاة رسول الله من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال: فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. سعيد بن جبير من كبار التابعين رحمه الله، من تلاميذ ابن عباس، يصف عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما صلى خلف أحد أشبه بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكان أميرا على المدينة، وكان يصلي بالمسلمين في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتحرى صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي يزكي صلاة عمر بن عبد العزيز، ويقول إنها تشبه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه شهادة منه لفضل عمر بن عبد العزيز رحمه الله. نعم. وقال أحمد في رسالته، نعم في رسالته، الإمام أحمد له رسالة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مطبوعة ومتداولة وثابتة عن الإمام أحمد خلافا لمن شكك فيها. نعم. جاء الحديث عن الحسن البصري أنه قال: التسبيح التام 7. التسبيح التام 7 تسبيحات في الركوع أو في السجود، 7 مرات: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى 7 مرات، سبحان ربي العظيم 7 مرات في الركوع. نعم. والوسط 5. والوسط بين التطويل والاختصار 5 تسبيحات. نعم. وأدناه 3. وأدنى الكمال 3، والذي لا بد منه 1. عن عبد الله بن عبد الله أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى
فقلت إنك تفعل ذلك، فقال إن رجلي لا تحملاني. نعم، الجلوس في التشهد الأول يكون مفترشا، يفرش اليسرى ويجلس عليها، وأما في التشهد الأخير فيفرش اليسرى ويخرجها من تحت وينصب اليمنى، وهذا ما يسمى بالتورك. هذا هو السنة، وإذا احتاج إلى التورك في كل جلوس فلا بأس بذلك، لكن الأفضل إن كان قويا أن يفصل، أن يفرق بين الجلستين. الجلسة الأولى يفترش، الجلسة الثانية يتورك. نعم. قال: وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. نعم، المعروف في عند الفقهاء أن المرأة تضم نفسها ولا تجلس كجلسة الرجل، لأنها بحاجة إلى الستر، ولكن هذه الصحابية كانت تتورك تجلس مثل جلسة الرجل. نعم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين فلم يرجع. قام من الركعتين فلم يرجع، يعني سهى عليه الصلاة والسلام، قام من الركعتين ولما اعتدل قائما لم يرجع، ثم سجد للسهو جبرانا لترك التشهد الأول. وهذا فيه أن من قام عن التشهد، من نسي وقام عن التشهد الأول، إذا لم يعتمد قائما وتنبه ونبه يجب عليه الرجوع، فإذا اعتدل يكره له الرجوع، فإذا شرع في القراءة فإنه يحرم عليه الرجوع. نعم. وفي مراسيل أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأتين: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. نعم، هذا فيه أن المرأة تضم نفسها ولا تجلس كجلوس الرجل، لأنها بحاجة إلى الستر. نعم. وعن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. هذه تسمى جلسة الاستراحة، إذا كان في وتر من صلاته، يعني إذا قام إلى الثانية، إذا قام من الركعة الأولى إلى الثانية فإنه يجلس جلسة الاستراحة قبل أن ينهض. وهذه قد اختلف العلماء فيها، الرسول فعلها، لكن هل فعلها لما كبر وفعلها للحاجة وليست للتشريع؟ هذا قول. القول الثاني أنه فعلها تشريعا، فيرون سنية جلسة الاستراحة. نعم. وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وقعت ركبتاه على الأرض قبل أن تقع كفاه، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن بطنه، وإذا نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. أي نعم، هذا هو السنة، أنه أول ما يقع على الأرض ركبتاه ثم يداه. نعم. فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن بطنه. لما سجد وضع جبهته بين كفيه، يعني جعل كفيه محاذيين لمنكبيه كما مر، فيكون وجهه بين كفيه. بين كفيه. نعم. ويجافي عن بطنه. ويجافي عن بطنه، يعني ما يضم بعض أعضائه إلى بعض في سجود، وإنما يتجافى، يجافي كل عضو عن الآخر. نعم. وإذا نهض، نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. وإذا نهض، نهض على ركبتيه. نعم. واعتمد على فخذيه. واعتمد على فخذيه، فلا يقوم على يديه، إذا كان قويا فإنه يقوم على ركبتيه ولا يقوم على الأرض، يضع يديه على الأرض ويقوم. وللنسائي مرفوعا أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض.
اعتمد على يديه على الأرض يعني، فهذا فيه جلسة الاستراحة، ولكن يفعلها إذا احتاج إليها لكبر أو مرض. نعم. وفي حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه. نعم، ينهض إذا قام في الصلاة على صدور قدميه، يعتمد عليهما. نعم. ولأبي داود عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. نعم، يعتمد على ركبتيه ولا يعتمد على يديه إلا إذا احتاج إلى ذلك. نعم. وعن علي أن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع. نعم، هذا يوضح ما سبق، أنه إن احتاج إلى وضع يديه على الأرض يعتمد عليهما للقيام يجوز له ذلك، ما إذا لم يحتج فإنه ينهض على ركبتيه. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم إلى هنا. نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من دروس شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله، وأنتم على خير، والسلام.